ثاني السنة عند الفطر متوقف الدعاء على ماذا يفطر السنة والنية والدعاء النية عند الفطر الأفضل الإنسان يفطر على رطب إذا حصل، والحين ما شاء الله بدأ يطيح الرطب زين، يفطر على رطب، إذا ما حصل رطب تمر، إذا ما حصل تمر على ماء، هذه السنة. الدعاء بعد أن يأكل لقمة أو يشرب شربة يدعو الله تبارك وتعالى عند فطره، يدعو لنفسه، يدعو لوالدينه، يدعو لإخوانه، لأبنائه، لبناته، للمسلمين، يدعو بما يسر الله تبارك وتعالى.